السلام عليكم التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. دونك من بعد ما شنا الفيديو رقم واحد في دراسة الدالة كيتكلم علينا على زوجية الدالة وفردية الدالة، وشنا الفيديو رقم اثنان اللي كيتكلم على الفروش الجامية والمقاربات، غنمشيو دابا نشوفوا الفيديو رقم ثلاثة اللي كيتكلم على الوضع النسبي للمنحنى السي دو اف والمستقيم داب. دونك انا تعمدت نخدم الدرس هو الاول عاده باش نمشي للتمارين، متفقين ان شاء الله ملي غنكملوا هذا الدرس هذا كاع الحويجات اللي فيه عاده باش غنمشي للتمارين، غنخدموا من السهل للصعب، التمرين الاول سهل، التمرين الثاني اصعب الى الصعب جدا، متفقين؟ دونك لاحظ معايا ملي كتجي في بالي هاد الاسئله ديال الوضع النسبي كيتحطوا بزاف، دونك انا تعمدت نديرو هو الثالث من بعد الفروع الجامعيه، لا نقاش ديما تيكونوا في التمارين، كيجي من بعده الوضع النسبي، متفقين ديما كيكون في التمارين. لاحظ معايا اوتوماتيكمون ملي كتسمع الوضع النسبي للسي دو اف والمستقيم دالتا كتجي في بالي هاد ليكسبريسيون اللي هو كنمشي ندرس الإشارة ديالو، لندرس إشارة اش، كنمشي ندرس إشارة هذيك الدالة لا فونكسيون اف دو اكس ناقص هذيك ليكواسيون ديال اش ديال دالتا اللي هي إيكغرام، متفقين؟ نورمالمون هاد ليكواسيون هادي راه كتبدل على حسب التمرين، حنا درناها اون جينيرال، متفقين؟ غير باش تفهموا شوية الكو علاش كيدوي بالنسبة لهاد البارت يعني. دونك اش كنمشي ندير؟ كنمشي ندرس اشارة اف دو اكس ناقص ايكغيك، اوتوماتيكمون ملي كيبان لي الوضع النسبي كنمشي ندرس هاد الاشارة ديال هاد ليكسبريسيون، متفقين؟ عندو جوج حالات بالنسبة، غنمشي تدريجيا نورمالمون كنت باغي ندير الطابلو هو الاول ولكن ما فيها باس نمشيو ايتاب باغي. دونك لاحظ معايا كنمشي كندرس الاشارة ديال اف دو اكس ناقص ايكغيك، ملي كنلقى شنو غنشوفوا الحاله ملي كنلقى بوزيتيف و بيان نيجاتيف، موجبه ولا سالب. دونك الحاله الاولى اشنو هي هذه الحاله؟ ملي كنمشي كنلقى اف دو اكس ناقص ايغريك كنلقاها اكبر من او يساوي ولا اكبر قطعا، ما كاينش مشكل. هذه الكتابه اش كتكافئ لينا؟ اش كتكافئ لينا؟ ان السي دو اف يوجد فوق اش؟ فوق المستقيم، اش نسمينا هنا في هذه الحاله؟ فوق المستقيم دالتا على حسب اش نسمي، متفقين؟ تخيل دونك هذه الحاله الاولى، ان شاء الله ملي غنخدموا التمارين غتحاولوا تفهموا اكثر. دونك انت اش غدير من ملي بدينا في الفيديو الاول ديال الزوجيه والفرش الجامعيه وشلنا هذا، غتحط واحد الورقه حداك وغتلخص هذا الشيء هذا اللي كنكتب عاده باش نمشيو للتمارين، متفقين؟ باش ملي كتكون كتخدم التمارين تحط هذا الشيء حداك وتبقى خدام تتعقل عليه، متفقين؟ صافي ما كتبقاش خدام ديك الورقه لان داك الشيء ولا في راسك. تخي بيان، نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. ملي شفنا هاد الحاله هادي ديال سي دو اف يوجد فوق المستقيم دالتا، غنمشيو للحاله الثانيه ملي كتكون عندك اف دو اكس ناقص ايكغيك اصغر من او يساوي زيرو ولا اصغر قطعا، ما كاينش مشكل. اف دو اكس ناقص ايكغيك اصغر من او يساوي زيرو، دونك العكس هنا اش قلت؟ سي دو اف يوجد فوق اش غندير هنا؟ تحت المستقيم، تحت المستقيم دال، متفقين؟ دونك شوف لي هادشي هذا باش تعقل عليه، وغنمشيو دابا ندوزو ملي كنتعامل كيفاش كنتعاملو مع هاد الحالة ملي كيكون عندك طاب. يلا دونك امسح هادشي هذا، حاول تسكريني هادشي، نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. دونك نمارو دابا الاش، نمارو ملي كيكون عندي طاب. تخي بيان، دونك هاد الطابلو هذا تاهو كينقسم لجوج، متفقين؟ بحال الطابلو دو فارياسيون وجدول التغيرات، غير كاين واحد الاختلاف، غير حاول تركز معايا. دونك هنا اش كنكتب؟ هنا كنكتب اكس، متفقين؟ هنا فين معرفة لي الدالة من هاد البلاصة نسيبوزيو من موالا انفيني،
البليس لانفيني. هنا غنقولوا كتنعدم في واحد النقطه اللي هي اكس 0. كنقسم هذا الفيديو عفوا كنقسم هذا الجدول هذا على جوج. هنا كنكتب هذيك اللي كندرس لها الاشاره اللي هي اف دو اكس ناقص اي اف دو اكس ناقص اي. فهاد البارتي هادي ولا هاد الخانه هادي اشنو كنكتب؟ كنكتب الوضع النسبي. شافقين كنكتب الوضع النسبي. خير هنا هاد اكس 0 فين كتنعادم؟ شافقين غنسيبوزي مثلا بان اف دو اكس من اكس 0 لبليس لانفيني بوزيتيف، وغنسيبوزي بان اف دو اكس ناقص اي من موال لانفيني اكس 0 نيجاتيف. خير هنا كي كتكون واحد الشرطه وانا غنشرح لكم علاش. من بعد شنو قلت لكم؟ ملي كتكون عندك من موال لانفيني ولا على واحد المجال نيجاتيف، اف دو اكس اصغر من او يساوي زيرو، شنو غنقول سي دو اف. غنحاول نكتب بلون مغاير. دونك سي دو اف، دونك سي دو اف يوجد تحت المستقيم، تحت المستقيم دالتا. مثلا باش بغيت نعاف على الاستاذ دو المعادله واخا ما كاينلاش دو المعادله اي ايغال ا اكس بلس بي. هنا اشنو قلنا؟ تحت ملي كتكون عندك اف دو اكس ناقص اي اصغر من او يساوي زيرو، شافقين كنقول سي دو اف يوجد تحت المستقيم دالتا. نمشي للحاله الثانيه، ملي كتكون عندك هنا غنحاول نكتب هنا غير باش نوضح لكم. ملي كتكون عندك اف دو اكس ناقص اي اكبر من او يساوي زيرو، وهنا كانت من اكس زيرو لبليس لانفيني اف دو اكس ناقص اي بوزيتيف، شنو غنكتب هنا؟ كتبت تحتاش غنكتب هنا فوق. دونك سي دو اف، غنحاول نكتب شي لون مغاير. سي دو اف يوجد هنا كتبت تحت، دونك غنكتب هنا فوق المستقيم دالتا دو المعادلة إيغريك إيغال أ إكس بليس بي. شافقين فهاد الخانة هادي اش كنقول؟ لاحظ معايا عقل على هاد الجملة هادي، هي نقطة تقاطع المستقيم، نقطة تقاطع سي دو اف والمستقيم اش؟ والمستقيم دالتا. هذا مكان، دونك حاول تعقل على هادشي. شوف انا درت هادشي باش تحط واحد الورقة بيضاء تكتب لي هاد الحويجات هادو كملخص، من بعد نمشيو للتمارين. متفقين؟ دونك نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون على التحدب والتقاعد، غنشوفوا كيفاش ديك الباتي كيفاش كنتعاملوا معاها، حتى هي كتحط ديما في التمارين. هذا ما كان، وغنزيدكم واحد الاضافه اللي هي معادله المماس، واخا قريتوها في الدرس ديال الشقاق ولكن ما فيها باس نذكروها لانها حتى هي كتحط. دونك ما عليا غير نحبس الفيديو. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. موعدنا ان شاء الله في الفيديو رقم 4.